السلام عليكم طلاب الصف الثاني، كيف أصبحتم؟ اليوم يا مس رح ناخذ كتاب اللغة العربية درس جديد وممتع يا ثاني، اسمه العصفور المغرد. ايش اسمه يا مس؟ العصفور المغرد. لاحظوا يا مس، هي العصفور على غصن شجرة، وايش بيعمل يا مس العصفور؟ صوته جميل، صوته جميل يغرد، يعني بيعطينا يا مس انغام جميله، زي ما اخذنا يا مس في درس الحريه. تتذكر يا مس البلبل والعصفور؟ العصفور يحب ان يكون ايش يا مس؟ حرا طليقا، عشان ايش؟ يعطيني اصوات جميله ويغرد، صح يا مس؟ احنا اخذناه هو بالعصفور دائما يا مس، او البلبل، البلابل او العصافير او اي نوع يا مس من الحيوانات بتحب يا مس انها تعيش حره طليقه، حره طليقه. طيب يا مس، اذا عنوان درسنا الجديد العصفور المغرد، يلا شو عنوان درسنا مع بعض؟ العصفور المغرد. العصفور المغرد. نفتح يا مس كتابنا صفحة 48 ونكتب يا مس فوق على راس الصفحة التاريخ 26/10، زي ما تعودنا يا ثاني. عنوان درسنا من قطعه، من حلله إلى مقاطع وحروف. يلا يا ثاني خلينا نقطع عنوان الدرس. يلا. ال 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 ال، ليش؟ لأن السكون يا مس بحب الحرف اللي قبله. ال عص عص عص، ليش حكيت عص يا مس؟ لأنه كمان في عندنا سكون بحب الحرف اللي قبله، فصار يا مس ال عص ال عص. افو فو، ليش بس حطيتها الاو مع الاف؟ لانه الواو هون عندي حرف مد، وحروف المد بتحب الحرف اللي قبلها، صارت العصفورو. يلا خلينا نقطع كلمة المغرد. يلا او ال ال، لان السكون بحب الحرف اللي قبله. يلا مو المو، غ، يلا صرنا عند الغ عليها فتحة. طيب الإر يا ثاني هون إيش عليها يا ثاني؟ شدة. إيش حكينا عن الشدة يا ثاني؟ عبارة عن حرفين، حرف ساكن والآخر متحرك، يعني يمس الإر هون عبارة عن حرفين، إر عليها سكون وإر عليها حركة الشدة. هون عندنا حركة الشدة إيش يا مس؟ كسرة، فصارت ري. يلا نعيد تقطيع الورق. يلا ال مو غ، في عندنا الإر، إذا في عندها سكون، السكون بده يحب الحرف اللي قبله اللي هو الإر، صارت المغر، نقطع ري، المغري دو، المغري دو. يلا يا مس خلينا نحكيها بالحركات. يلا يا ثاني معي، يلا يلا. ال عص فو رو، ال عص فو رو، العصفور العصفور. يلا نشوف كلمة المغرد. يلا يا ثاني، يلا معي. مو غر ري دو، نعيدها. ال مو غر ري دو، المغرد. فأصبح عنوان الدرس العصفور المغرد. شو عنوان درسنا يا ثاني بصوت عالي؟ العصفور المغرد. أحسنتم يا ثاني. طيب يا ثاني، كلياتنا نتفرج على، نفتح على صفحة 49. مس انت تفرج لي على الصور، نتفرج يا مس على الصور، وانا رح اقرأ لك النص، نص الدرس يا مس.
انت يا مس تفرج على صور الدرس علشان نعرف نتحدث يا ثاني. يلا. العصفور المغرد. سار ليث وغالب وثامر في بستان. سمعوا عصفورا يغرد على شجرة. قال ليث: ما أجمل تغريده. قال غالب: انظر إنه على ذلك الغصن. تناول ثامر حجرا وأراد أن يرمي به العصفور. قال ليث: أهذا جزاء تغريده؟ خجل ثامر ورمى الحجر على الأرض. توقف يستمع إلى العصفور ثم قال: ما أجمل صوته، يسرني أن أسمع غناءه ولن أرمي عليه حجرا بعد الآن. ماشي يا ثاني؟ راح أرد أقرأ النص مرة ثانية، أنت يا مس تفرجلي على صور الدرس. العصفور المغرد. سار ليث وغالب وثامر في بستان. سمعوا عصفورا يغرد على شجرة. قال ليث: ما أجمل تغريده. قال غالب: انظر إنه على ذلك الغصن. تناول ثامر حجرا وأراد أن يرمي به العصفور. قال ليث: أهذا جزاء تغريده؟ خجل ثامر ورمى الحجر على الأرض. توقف يستمع إلى العصفور ثم قال: ما أجمل صوته، يسرني أن أسمع غناءه ولن أرمي عليه حجرا بعد الآن. ماشي يا مس؟ طيب خليني أسأل أسئلة أشوف يعني مركزين معي ولا لأ. يلا يا ثاني، راح أسأل السؤال الأول: أين سار ليث وغالب وثامر؟ يلا أين سار يا ثاني؟ أحسنتم، سار ليث وغالب وثامر في بستان. برافو يا ثاني. يلا أسأل سؤال ثاني: لماذا تناول ثامر حجرا؟ ليش يا ثاني ثامر تناول حجرا؟ ايش بيعمل فيه الحجر؟ احسنتم، اراد ان يرمي العصفور. شايفين العصفور هي على غصن على شجره، اراد ان يرمي العصفور به. يلا السؤال الثالث اشوف: ماذا قال له ليث؟ ماذا قال له ليث؟ أهذا جزاء تغريده؟ أهذا جزاء تغريده؟ يعني لأنه هو بيطلع صوت جميل وحلو بيطربنا، أنت تروح يا ثاني تمسك حجر وترمي العصفور عليه؟ ما بصير يا مس، أين رفق الحيوان؟ عدم إيذاء الحيوانات يا ثاني. طيب أبي أسأل كمان سؤال: ماذا فعل ثامر بعد أن رمى الحجر؟ مش ثامر خجل ورمى الحجر؟ إيش عمل يا مس؟ شو عمل ثامر؟ توقف إيش يا مس؟ توقف يستمع إلى تغريد العصفور. توقف يستمع إلى تغريد العصفور. ماشي يا ثاني؟ يلا نشوف هسا الصور، ماذا نشاهد في الصور؟ يلا يا ثاني. أنا أحكي، يلا يا مس، أنا بائع الصور، أنا بائع الصور، من يشتري مني الصورة الأولى؟ يلا مين يشتري مني الصورة الأولى؟ يلا يا ثاني، يلا يا مس، ماذا نشاهد في الصورة الأولى؟ أحسنتم يا ثاني، هل شايفين يا مس؟ نشاهد في الصورة الأولى، ماذا نشاهد؟ ثامر وغالب ومين كمان؟ وليث. ثامر وغالب وليث، شو مالهم يا مس؟
صاروا في البستان. صار ليث وغالب وثامر في البستان. يلا ماذا نشاهد في الصورة الثانية؟ يلا طلعوا لي الثاني. ماذا نشاهد في الصورة الثانية؟ شوفوا يا مس، مين اللي بده يرمي العصفور؟ من الذي سوف يرمي العصفور بحجر؟ مين هو؟ ايش اسمه؟ ليث. نتأكد من درسنا. تناول ثامر يا ثاني. يلا، تناول ثامر حجرا وأراد أن يرمي العصفور به. شايفين يا مس كيف ثامر؟ هيو ثامر تناول حجر وأراد أن يرمي العصفور به. ماذا نشاهد في الصورة الثالثة؟ وقف ثامر وليث وغالب. إيش مالهم يا مس؟ بيستمعوا إلى غناء أو إلى تغريد العصفور. ماشي يا ثاني؟ هيك نحن بنكون اليوم خلصنا درسنا العصفور المغرد بحصة الاستماع والمحادثة. يلا مرة ثانية يا مس، خلينا نقطع عنوان درسنا. يلا، العصفور، المغرد. يلا شو عنوان درسنا يا ثاني بصوت عالي؟ العصفور المغرد. شو عنوان درسنا؟ العصفور المغرد. ماشي يا ثاني؟ هيك احنا بنكون انهينا الحصة الأولى من درسنا العصفور المغرد. ويعطيكم ألف عافية ثاني.